وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور مشعل آل علي. مساء الخير دكتور مشعل. الدكتور يعني كما ذكر معالي وزير الخارجية في لقائه مع قناة العربية أن ادعاء قطر بوجود حصار عليها هو ادعاء خطير. يعني ما الذي تستفيده قطر من ترويج مثل هذه الأكاذيب المفضوحة؟ بسم الله صلى الله على محمد وآل محمد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا سمعت تصريح معالي الشيخ خالد بن محمد الخليفة، وكان الحق فيه من الأنات والوضوح في المطلب، وكذلك إرسال رسائل فيها نوع من الحقيقة، معرفة الأمور على أصولها وعلى واقعها القانوني واقعها الطبيعي. كذلك حينما صرحوا بهذا التصريح الحقيقة هو الحق مخالف للواقع، لأنه ذكر معالي أنه كيف يكون حصاره الحق مفتوحة للجهات الأخرى وهم يدعون أنهم غير محاصرين وأن أمورهم على ما يرام. فلذلك هو يقرر قضية الدول المقاطعة لقطر، هي ذكرت هذه المقاطعة لإبانة أن قطر مخطئة وأنها يجب عليها أن تتراجع عن خطئها وأن تعترف بالخطأ وأن يكون لها من الموقف الواضح في هذا المجال، ألا وأن قطر استمرت في وضعها. هو الحق لا زال بناء على هذا التصريح من معاليه أن هناك يد ممدودة لقطر وللسياسة في قطر أن تكون أكثر عقلائية وتراجع نفسها في مثل هذا الموضوع، وأن تتجاوب لهذه المطالب الحقيقة التي هي مطالب الشعوب في الخليج العربي أجمع ومطالب العالم، لأنه ذكر معاليه أن هناك مطلب دولي وإنساني الحقيقة أن يدعم للإرهاب أو يتحريض للناس على خلق المشاكل وجعل كثير من التوترات في أي منطقة من العالم، هو الحق يصب في خانة ما هو مجرم دوليا وتحاربه الدول. وهو الحق لا شك أنه سيكتشف في نهاية الأمر أن الجميع سيحارب ويقاتل، وهو الحق هذا الواضح والظاهر للجميع وللأعيان. الأمر ذو شقين، شق واضح والناس عرفته في بناء على الآلة الإعلامية القطرية الحق التي نسمعها جميعا، وهو هناك تحريض واضح ضد دولها وضد منظومتها السياسية. الأمر الثاني الحق هو ما هذه الكشوفات والوثائق التي منها اعترافات الإدارة السابقة واللاحقة في قطر عن مسألة زعزعة أمن المنطقة وبالخاص السعودية والبحرين وكذلك مصر والإمارات. فهذه الدول الحقيقة هي تدافع عن نفسها، كما ذكر معالي وزير الخارجية البحرين، هي الحقة مدافعة عن نفسها في هذا الأمر، وإلا ما الداعي؟ هي قطر مثل البحرين مثل الإمارات، ما الداعي لهذه الحقيقة الموقف الذين يرون أنه الحق أن هناك جرما يدار ضدهم؟ الآن قطر هي الحقيقة تعرف الحق، هي مقتنعة بأنها في مسار خاطئ الحقيقة في حق جيرانها. ليس من المعقول أن كل هؤلاء الجيران اتفقوا على أنها الحق غير ظالمة وهي الحق في ظالمة. فإذا هذا الظلم الذي يجب أن يزال والضرر يرفع، وهو الحق نداء عقلائي الحق يتسق مع القوانين الدولية والأعراف المتبعة بين الناس وبين الجيران. الحقيقة في الشعب القطري هو شعب الحق من نسيج الشعوب في الجزيرة العربية، فإذا الحق يجب على القطريين أنفسهم أن يعوا أن مثل هذا الأمر هو الحق، هو إلا خدمة لإيران، خدمة للدول المعتدية في المنطقة وعلينا، وهي الحق لا تريد لهذه المنطقة إلا سوءا. هي الحق هناك مخططات كبيرة ونعرفها، وهي الحق ليست خفية. المنطقة يجب أن تكون بيد إيران كاملة، وأي دعم لهذا التوجه هو عداء لكل سعودي، لكل خليجي، لكل مصري، لكل عربي مسلم. الحقيقة الحرمين هي في منأى عن مثل هذه الأمور منذ فجر التاريخ، وحتى أتى الملك المؤسس كما ذكر معالي وزير خارجية البحرين وفقه الله، ذكر أن من عهد المؤسس بل وقبل عهد المؤسس هي لا يمكن أن يلي الحرمين إلا دولة واحدة، وهي المسؤولة أمام الله وأمام الناس، علما بأن الحرمين هي القبائل العربية التي ترى أن هذه العهدة والأمانة هي سلمت لخادم الحرمين الشريفين لجلالة الملك عبد العزيز رحمه الله، وهي الآن بيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، لا يجهد
في أن يبذل نفسه وجهده ورجاله وكل أمر من أجل أن يكون هذا الحد في منأى عن الصراعات السياسية. هي أيام معدودة كما قال الله جل وعلا، يجب على أن تكون مفرغة للحاجة، أن يتفرغ إلى الله، يتفرغ من أمور الدنيا كلها. ولعل أكثر أمور الدنيا الحقيقة سوءا هي التعرض التدخل في الأمور السياسية، أو أن تكون صراعات الناس منقولة إلى هذه الأماكن المقدسة في مكان محصور وفي وقت محصور وفي أمر محصور وفي شعائر الحقيقة محفوظة مضبوطة من الجميع، من جميع طائف المسلمين يرون أن الحج له مناسك معينة. نعم. وأنه يجب أن يكون هذا الحج في منها، ألا وإن الحقيقة إيران الحقيقة قد ذكرت كثير من هذه القضايا التي تريد، كما ذكر معالي وزير خارجية البحريني، هي في كل سنة تحاول أن تخلق بلبلة في مسألة الحج. معاذ الله أن يكون لإنسان فضعا كونه مسلم ويدعي أنه من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون له مثل هذا السوء في هؤلاء الحجاج المتجردين من كل شيء. نعم. إلا الله جل وعلا، ضيوف الله جل وعلا. فلذلك كانت إيران دائما تختطف هذا الحج في كثير من مواقفها، ولكن يأبى الله. نعم. إلا دكتور. ثم نوره وأن يخلص. نعم. نعم دكتور مشعل، اكتملت الفكرة. من الرياض المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور مشعل آل علي، شكرا جزيلا لك.